مشاهدينا الكرام، في إطار دعم قطر لكافة قطاعات البحث العلمي، أبرمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الفضاء مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تضمنت الإعلان عن دراسة صياغة مشروع بحثي مشترك. مشاهدينا الكرام، تهدف الاتفاقية إلى صياغة مشروع قمر صناعي علمي سيقوم برسم خرائط للمياه الجوفية ودراسة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي للأرض. تفاصيل أوفى عن هذا المشروع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عصام حجي، وهو رئيس الفريق البحثي المشترك بين ناسا ومؤسسة قطر المسؤول عن مشروع دراسة مركبة الفضاء المعلن عنها. دكتور، نرحب فيك عبر تلفزيون قطر وبرنامج حياتنا. بداية، يليت لو نعرف السادة المشاهدين أكثر والجمهور عن طبيعة هذا المشروع البحثي والأهداف المرجوة لدولة قطر من وراء هذا المشروع. أول حاجة متشكر جدا على الاستضافة، وأحب أوضح أن هذا مشروع فريد فعلا. هو ليس مشروع بدراسة نظرية، ولكنها عملية تصميم القمر الصناعي الأول والفريد من نوعه في العالم، الذي يختص بدراسة أثار التغير المناخي في المناطق الصحراوية والجافة. ويعني بذلك هي أنه سيكون القمر الصناعي الأول الذي يقوم برسم خرائط المياه الجوفية في مناطق الصحراوية، وهي تشمل شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وصحاري أخرى، بالإضافة إلى تحديد التغيرات في القطب الشمالي والقطب الجنوبي من تغير في سمك الجليد الموجود في المناطق القطبية. فهو القمر الصناعي إذن الأول الذي سيستخدم تكنولوجيا التصوير بالرادار الذي استخدمناها في مهام علمية في كوكب المريخ والأقمار المحيطة في بعض المناطق البعيدة في المجموعة الشمسية مثل المشتهرة. سيستخدم تكنولوجيا التصوير بالرادار للكشف على آثار التغير المناخي المختبئة تحت أسطح المناطق الصحراوية. نعم، يعني لو دكتور تحدثنا عن الدور اللي بيلعبه معهد بحوث البيئة والطاقة ضمن إطار هذا المشروع. ده شيء مهم جدا. الكثير ممكن يخطر في بالهم أن الدور الأساسي سيكون لناسا والدور الثنائي سيكون للمعهد، ولكن هنا هي اتفاقية متكافئة جدا، وليس هذا بصحيح. فلا نستطيع تصميم أي قمر صناعي يدرس المناطق الصحراوية بدون تعاون مع معاهد بحثية في المناطق الصحراوية، لأن هذه المعاهد لها الخبرة في فهم الظواهر مثل التصحر واختفاء المياه الجوفية وارتفاع المحيطات والبحار. إذن سيشارك المعهد بتحديد القياسات اللازمة للقمر الصناعي لكي يقوم بها، وسيقوم أيضا المعهد بتصميم جزء من الهوائي الخاص بجهاز التصميم، جهاز تصوير الرادار، وهو هوائي طوله 12 متر وسيتم تركيبه على القمر الصناعي الذي نتمنى أن يطلق في سنة 2025. فهذا الدور هو دور هام جدا. بالتأكيد دكتور، وكونك اليوم دكتور عصام أنت رئيس الفريق البحثي المشترك بين ناسا ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واحد القامات العربية اللي يفخر بها أي عربي. دكتور، خلنا نتكلم كيف ممكن يخدم هذا التعاون بين ناسا والمعهد البيئة البحثية لدينا في دولة قطر. أولا أحب أوضح أنه إحنا كل المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة العربية هي من أكثر المناطق التي تعاني من أثار التغير المناخي في كل أنحاء العالم. صحيح. ولا يختلف معي في هذا الكلام أي إنسان مثلا يعيش في منطقة الشمال في قطر أنه يلاحظ عام بعد عام تآكل الشواطئ في منطقة الشمال نتيجة انخفاض الأرض وارتفاع البحر. إذن فنحن معنيين في كل العالم العربي بلا استثناء بظاهرة ارتفاع المحيطات، لأن نحن مناطق منخفضة نسبيا. ثانيا، وعشان نفهم ده لازم نحن نقوم بدراسة التغير في الجليد في القطب الشمالي والجنوبي. نحن لا نعيش في جزيرة منعزلة عن التغيرات المناخية، نحن نعيش في قلب هذه التغيرات المناخية. ثانيا، موضوع المياه الجوفية، نحن كل المياه الجوفية الموجودة في شرق شبه الجزيرة العربية وخاصة في قطر هي دولة مصب لكل مخزون المياه الجوفي الموجود في هذه الجزيرة. إذا فهم
هذه التغيرات في كل شبه الجزيرة العربية مهم جدا لفهم المياه الجوفية اللي هي أساس الزراعة الموجودة وأساس الاكتفاء الغذائي. نعم، يعني دكتور شلون تشوف مسيرة البحث العلمي في دولة قطر من خلال تبنيها مثل هذه المشروعات؟ أولا عايز أوضح أن في نقطة كبيرة نحن ما تعرفهاش، أنه الإرث العلمي والبيئي لدولة قطر إرث كبير وممتد منذ عقود، ويبتدي بالعلوم البحرية اللي كانت هي موجودة بشكل فطري إلى تطويرها لعلوم البحار إلى تطويرها للعلوم البيئية، فهو هذا الإرث البيئي العلمي موروث منذ عقود طويلة من الزمان، وأقول حتى نتخطى مئات السنين. إحنا أول معاهدة لتقسيم المياه الجوفية عرفت في المنطقة العربية هي معاهدة تقسيم المياه الجوفية التي كانت في قطر من قبيلة المهندة، فده كان يعني في وقت لا تعرف فيه الناس كيف تقتطف المياه الجوفية، وكان ده موجود. فالإرث ما نراه اليوم هو امتداد لإرث علمي هام بفهم المناطق الصحراوية يجب المحافظة عليه وتطويره، لأن المناطق الصحراوية في كل العالم في امتداد، وتستطيع أن احنا من خلال هذا التعاون أن نقدم فهم لكل العالم لهذه الظواهر التي لا تعفى منها أي بلد في العالم، ومنها الولايات المتحدة التي 30% من مساحتها هي صحراء ستستفيد من هذا التعاون بفهم تطور المناطق الصحراوية. أكيد العالم العربي الدكتور عصام حجي رئيس الفريق البحثي المشترك بين ناسا ومؤسسة قطر، المسؤول عن مشروع دراسة مركبة الفضاء المعلن عنها، كل شكر لك على وجودك معنا في برنامج حياتنا. يعني أنا كنت أتوقع ببداية الحلقة نتكلم عن مركبة فضائية أنها بيكون فيها ناس يروحون فيها، وأنا كنت يعني أروح معهم. من بيقدم مكانك الحلقة؟ بقدم منك. بتقدم منك. مشاهدين الكرام.